اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم كواليس يلا كوره. النهارده هتكلم معاكم عن المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، لكن خلونا نبدا بالمنتخب الاولمبي، الحدث الاهم واللي ظهر على الساحه بشكل كبير، خصوصا المنتخب قدر ياخد 6 نقط من مباراتين لعبهم في بطوله الامم بعد فوز مهم جدا على مالي وفوز مهم جدا على غانا. كابتن شوقي غريب مش هيلعب كتير جدا في التشكيل في المباراه الثالثه زي ما بعض الناس بتقول ان هو هيريح اللعيبه، لانه ببساطه الكابتن شوقي غريب عايز يكمل في استاد القاهره، لو طلع تاني هيروح استاد السلام، ومش بس كده بدل ما يلعب الساعه 8 هيلعب الساعه 5، والكابتن شوقي شايف ان ده تغيير في الاجواء بالنسبه للعيبه وهياثر عليهم، فبالتالي هيلعب بتشكيله الاساسي. ولك كمان معلومه مهمه جدا من خلال كواليس يلا كوره، وخصوصا ان انا كنت في الملعب، والمعلومه المهمه دي بتقول انه حارس مرمى منتخب غانا ده حارس مسلم. الناس كلها اتكلمت على الفوطه اللي اخصائي العلاج الطبيعي الخاص بمنتخب مصر خدها وجري او خطفها وجري ودخل بيها اوضه اللبس على اساس ان هي سحر او الكلام ده. انا بقول لكم لا خالص تماما، الراجل كاتب عليها حسبنا الله ونعم الوكيل وكاتب يا رب، فدي حاجات كلها مش سحر، يعني مش هيذكر اسم ربنا في السحر، ولكن هو اخدها العامل المصري وجري فكر ان هي سحر او حاجه من الكلام ده، ولكن كل هدف كان بيحرزه المنتخب الغاني، الكاميرا كانت طبعا مع الهدف ولكن كان حارس المرمى بيسجد على الارض. فدي كانت نقطه مهمه لازم نوضحها ليكم. مباراه الخميس مع الكاميرون مباراه صعبه جدا ومهمه جدا، خصوصا امام مدرب او مدير فني عقر بلغه الكوره وهو الاسطوره سونج، اللي اختصنا هنا في كواليس يلا كوره وان هو قرر يغير اسمه ويطلع بتصريح كده غريب شويه ويقول اسم جديد واختص بيه كواليس يلا كوره، وتعالوا شوف التصريح اللي قاله لنا. What's your name? Song Zida. Is my name. I'm Egyptian. Why? Why? Yeah, because it's my name because the father of Zidane and the mother born me and now my name is Song Zidane because every time everybody calling me Zidane. I don't know why, because Zidane in the last African Cup when we are playing together, he was doing something with me and I thought it's the football, it's the football. I'm very happy to know the Egyptian people like me and I like them too. Thank you. ونروح للمنتخب الأول والكابتن حسام البدري، الناس كلها حابة تعرف التشكيل الأول للكابتن حسام البدري في أول مباراة رسمية لي يوم الخميس مع كينيا، وخصوصا كمان عنده ماتش يوم 18 مع جزر القمر. يوم الخميس مع كينيا الكابتن حسام البدري خلاص استقر على التشكيل اللي هيلعب بيه المباراه، هيكون في حراسه المرمى محمد الشناوي، ناحيه اليمين احمد فتحي، وناحيه الشمال عبد الله جمعه، قلبهم اثنين احمد حجازي ومحمود علاء. قدامهم كان الراجل عنده تفكير كبير جدا في حمدي فتحي ان هو يبقى يعني شريك اساسي كده في الفتره اللي جايه مع طارق حامد، لانه بيلعب دورين، سواء الدور بتاعه جنب طارق حامد او ان هو بيتقدم ويعرف يعمل اسيستات كويس جدا وبيشوط، وخصوصا ان هو اللي جاب الجونين، ولكن هيبقى محمد النني اللي موجود في المنطقه دي مع طارق حامد. قدامهم هيبقى قفشه البديل لعبد الله السعيد اللي كان هيبقى موجود، وخصوصا ان تم استبعاد لعيبه بيراميدز في المعسكر دوت، على يمينه محمد صلاح، على شماله تريزيجيه، وقدامهم واحد من اثنين ولكن على الترتيب حسام حسن وبعديه احمد جمعه. عشان نقفل صفحه لعيبه بيراميدز، اللعيبه كلها كلمت الكابتن حسام البدري واعتذروا ليه وقالوا له احنا ما كناش طرف في الموضوع واحنا كنا عايزين نيجي المنتخب، ولكن الاداره كابتن حسام البدري تفهم الامر تماما وقال لهم انتوا خارج الموضوع، مستقبلكم مش هينفع ان انا يعني اقف ضده، ولكن انتوا موجودين معانا بس كان لازم اخد قرار صارم. القرار الصارم دوت علشان خاطر الانديه ما تكررش هذا الموضوع، وبالتالي ما ينفعش انا ابقى منتخب مصر ورايح لمعسكر ما لاقيش لعيبه تيجي تركب مع الاتوبيس لانه ده عيب، واللعيبه تفهمت وجهه نظر الكابتن حسام البدري وموجودين في المعسكر الجاي لمنتخب مصر.